مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعلن وزير الصحة فولفغانغ موكشتاين استقالته اليوم من منصبه، وقال: أنا أستقيل من منصبي كوزير للصحة وأشكر فريقي وزملائي في الحكومة. وبرر موكشتاين موقفه بأنه غير سعيد بشأن قرارات الحكومة التي اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بأزمة كورونا، خاصة أنه لم يكن يريد دعم الافتتاح الكامل في 5 مارس. إضافة لاستيائه من هجمات حزب الشعب الدائمة عليه، ويشكو الوزير أيضا من أنه لم يعد بإمكانه مغادرة منزله دون حماية الشرطة، ومن المتوقع أن يخلفه يوهانس راوخ الذي يشغل حاليا مستشار دولة في مقاطعة فورالبرغ للبيئة والنقل. أمر المدعي العام لمحكمة الاقتصاد والفساد باعتقال وزيرة الأسرة السابقة صوفيا كارمازين يوم الأربعاء، والتي لعبت دورا رئيسيا في فضيحة الدعاية والاقتراع التي أدت إلى استقالة سيباستيان كورس من منصب المستشار، وأعطت مساعدتها السابقة سابينا الأوامر من وزارة المالية والمجموعة الإعلامية النمساوية أو إيرف فيرونسفانسيج والتي يتم التحقيق فيها من قبل محكمة الفساد. ولم يذكر الأسباب الدقيقة وراء اعتقال الوزيرة، ولكن قامت سابينا بتقديم معلومات تتهم فيها الوزيرة بالتورط. بسبب التهديدات النووية على أوكرانيا، يتم حاليا إجراء الاستعدادات لجميع السيناريوهات التي يمكن تصورها، ويوجد في النمسا نظام إنذار مبكر للإشعاع منذ أكثر من 40 عاما بإجمالي 330 محطة قياس، 60 منها في شتايرمارك، والتي تقوم بالإبلاغ في وقت مبكر جدا في حالة وقوع حادث نووي. وقد أكد مسؤول الحماية من الإشعاع في شتاير أنه في الواقع يتم تحديث الخطط باستمرار، مشيرا أن كمامة FF Beats 5 لها وظائف وقائية جيدة ضد الغبار المشع، ونصح بالبقاء في المنازل لفترة أطول، كما ذكر أنه قد بدأ البعض في تخزين بعض المؤن، وأكد أن مركز الإنذار الحكومي سوف يصدر تحذيرا عبر الراديو والتلفزيون. عاد سيناريو الانقطاع العام للكهرباء في النمسا إلى الواجهة، حيث افترض خبراء من الجيش انقطاع للتيار الكهربائي في السنوات 5 المقبلة، ولذلك سيتم عرض تقرير أم شاو بلاتس الجديد على ORF مساء اليوم الخميس بعنوان: من أين يأتي الخوف من انقطاع التيار الكهربائي؟ وهل له ما يبرره؟ ولم تكن الكهرباء بالنسبة للسكان سابقا مشكلة على الإطلاق قبل بضعة سنوات، فيما لا يرى ممثل من مسؤول قسم التحكم بالطاقة في النمسا هذا الخطر. وفي نفس الوقت هناك دعوات لتخزين بعض الطعام تحسبا للأزمات. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.